القصة الأولى. أنا شخص عندي حساب بالإنستغرام، الحساب هذا فيه 1100 متابع، من يبي أسوي له نشر؟ حسابي ما كنت مخليه برايفت، فأي شخص يقدر يخش على الأكاونت حقي ويشوف الصور أو الأشياء اللي أنا أنزلها. طبعا الصور اللي كنت أنزلها هي صور خاصة فيني، وكانت أغلب الكومنتات اللي تيجي على الصور من أخوياي أو من أقاربي أو من ناس أعرفهم. إلين جاء ذاك اليوم ولقيت كومنت مرة غريب، حساب أول مرة أشوفه، والحساب هذا ما أعرف مين وراه، كان معلق على صورة لي وكاتب مرحبا. في البداية قلت أن الموضوع عادي، يعني ما فيه شيء ممكن يعني يدور أخويا، لكن صرت كل ما أنزل صورة نفس الحساب يرجع ويكتب نفس الكومنت. هنا استغربت من الموضوع شوي ودخلت حسابه، لقيت أنه منزل 3 صور، والصور هذه كانت تخوف. الحساب ما كان باسم معروف، ولا كان كاتب بالبطاقة التعريفية اسمه، وبالبايو ما كان كاتب ولا شيء. الموضوع راح يكون طبيعي لو أنك أنت دخلت بنفسك على هذا الحساب، لكن حساب غريب يعلق على كل صورة أنزلها بتعليق مرحبا، الموضوع فيه شيء. بعد مرور الأيام نزلت صورة جديدة وكنت أحدث الصفحة وأبغى أنتظر الشخص هذا هل راح يكتب كومنت نفس العادة ولا لا. تفاجأت بأن المرة هذه خش على الدايركت أو على الخاص، وكان معلق على هذيك الصورة الجديدة اللي أنا منزلها وكاتب أنت شخص جدا جميل. يا أخي الموضوع غريب وعجزت أفهم، أقصد عجزت أفهم وش يبي. جلست أتأمل برسالته 10 دقائق، وأتذكر ذيك الكومنتات اللي كان يكتبها، وأتذكر وجهه وحسابه المخيف. بعد ما مرت 10 دقائق رديت عليه وقلت له شكرا، قرا الرسالة ولا رد. مشت الأيام وبديت أنسى السالفة، أو بديت ما أعطي هذاك الاهتمام. لكن في يوم من الأيام أخوي نزل صورة لي أنا وياه في حسابه بالإنستغرام. الصورة كنت أنا وياه جالسين قدام البيت ومصورين صورة ومنزلها بحسابه. الموضوع طلع من حسابي الحين. المصيبة أن الشخص نفسه كتب كومنت بحساب أخوي وقال أنتم أجمل مما توقعت. أخوي ما كان يدري وش السالفة وقتها، لكن علمته السالفة وانصدم من اللي صار مثلي. مشت الأيام وفي ذيك الليلة كان الوقت متأخر بالليل، كانت تقريبا الساعة 10، ووقتها كان عندي اجتماع مرة ضروري ولازم أروح له. قبل لا أطلع سألت أخوي إذا كان محتاج شيء ومشيت. فتحت باب البيت وشفت شيء ما توقعته، كانت في سيارة واقفة قدام باب بيتنا بالضبط. السيارة هذه غريبة وأول مرة أشوفها. اللي زاد الموضوع خوف وغرابة أنه كان مظلل السيارة تظليلة مرة قوية، ما يمديك تشوف مين اللي داخل، ومع هذا كانت السيارة شغالة. جلست أقفل الباب وأنا أناظر ذيك السيارة وحاول أني أكتشف مين الشخص اللي داخلها، لكن للأسف ما أمداني أشوف أي شيء. حسيت أني بديت أتأخر عن الاجتماع ومشيت. بعد ساعتين انتهى الاجتماع وكانت الساعة 12 الليل. طلعت واتجهت للبيت بسرعة خيالية. وصلت البيت ولقيت السيارة موجودة، لكن المرة هذه كانت طافية. وقفت سيارتي ونزلت اركض للباب، وبنفس الوقت خايف من هذه السيارة. كنت افكر لو انه كان في شخص داخل هذه السيارة وش ممكن يسوي. يا اخي وش ذا الليلة، وش اللي خلى هذه السيارة تنتظر ساعتين قدام هذا الباب؟ مع ظلام الليل ما كان المفتاح يبين، فظليت اضرب الباب لعل وعسى اخوي يسمعني ويطلع لي. اخوي ما رد علي، وهذا الشيء ما هو بعادته. نزلت دورت المفتاح وحصلته، فتحت الباب ودخلت، وعلى طول صعدت للدرج وتوجهت لغرفة اخوي. وهنا كانت الصدمة، لقيت شخص غريب واقف بغرفة أخوي. الشخص هذا أول مرة أشوفها بحياتي، وبنفس الوقت أسمع صوت أخوي يهمس ويقول انتبه تدخل الغرفة. ما أقدر أوصف لكم كيف كان الوضع مخيف ذاك اليوم. كان قدامي حل واحد اللي هو أني أهرب، وبالفعل هربت. بعد مرور الوقت الشخص هذا ركب السيارة الغريبة ومشى. دخلت وسألت أخوي بوش السالفة، قال لي إنه كان بدورة المياه الله يكرمكم، وطلع وتفاجأ بالرجال هذا واقف بالغرفة، لكن الحمد لله ما سرق شيء ولا أذى أي أحد. ومع مرور الأيام اكتشفنا أنه هذا الشخص نفسه اللي كان يكتب لنا كومنتات من إنستغرام. طيب يا عبد الله كيف عرف موقع البيت من ذيك الصورة اللي نزلها أخوي بحسابه وكنا واقفين فيها قدام البيت؟ القصة الثانية. أنا شخص ينام زي غيري، لكن الغريب أنه كل ما جيت أنام أسمع صوت مرة غريب من الدريشة اللي كانت بجنب السرير. صوت موية، مرات صوت ضرب، مرات صوت ناس، شيء كذا مرة غريب. بحكم ان بيتنا كان يطلع على الشارع طبيعي الموضوع هذا بيصير. يعني يوم من الايام كنت ماسك جوالي وجاتني رسالة على الجوال، SMS، رسالة نصية، ما ادري في احد يستخدم هذه للحين. كانت الرسالة من رقم غريب وكانت تقول اهلا، ما ادري اذا تتذكرني ولا لا، لكن انا صديقك فلان الفلاني، لقيت رقمك بالصدفة وأرسلت لك هذه الرسالة على طول. تحت هذا الكلام كان فيه رابط حسابها بالإنستغرام. يوم قريت اسمه جلست أحاول أتذكر يا أخوي مين ذا، ما عرفت. فقلت يلا خلنا نضغط على حسابه بالإنستغرام ونشوف وش السالفة. دخلت حسابه وليتني ما دخلت. كان منزل 45 صورة والمتابعين 7. كانت صورة جدا عشوائية وعادية، لكن المخيف أن لقيت صور لي ما أدري كيف تصورت موجودة بين الصور اللي بحسابه.
صور أول مرة أشوفها لنفسي، صور وأنا جالس أمشي، صور وأنا في السوق، صور وأنا في السيارة. الموضوع جدا يخوف. واحدة من الصور اللي كان هو منزلها لي صورتي وأنا نايم، كان مصورها من ذيك الدريشة. ما أوصف لكم كمية التوتر والخوف والشعور اللي حسيت فيه بذاك الوقت. قفلت الجوال ورميته وطلعت. طلعت وأنا أحاول أني أنسى كل اللي صار، مع أنه الموضوع صعب ينسي، لكن حاولت باللي أقدر عليه. طلعت لحالي ورحت للأماكن اللي أنا أحبها، الأماكن اللي تبسطني، الأماكن اللي إذا رحتها نسيت الحياة. ما أدري إذا كان الوقت صار له شيء وصار يمشي بسرعة، أو أني ما حسيت على نفسي. قضيت أكثر من 7 ساعات برا البيت بدون ما أحس. رجعت بعدها للبيت وتوجهت للسرير. كنت مرة تعبان، وأكثر شيء كنت أحتاج لذاك الوقت هو النوم. نسيت أصلا الجوال ولا فتحته. انسدحت على السرير وحاولت أنام، لكن فجأة الصوت رجع من الدريشة. الدريشة، شباك، نافذة، سمها اللي تبي. الصوت المرة هذه كان أغرب من الأصوات اللي كنت أسمعها أول. بين الأصوات الغريبة اللي كانت تصدر من ذيك النافذة، سمعت صوت الكاميرا. بديت أصارخ بقوة ما عندي. شعور ومشاعر تلخبطت نفسيتي بذاك الوقت، وما كنت أقدر أسوي إلا هذا الشيء. بوسط الصراخ دخل أبوي علي الغرفة، جلس يحاول إنه يهديني بأي طريقة. هو جالس يحاول يفهم السالفة وأنا جالس أبكي وصارخ. جالس يحاول يهديني أكثر وأصر إنه يعرف الموضوع. بعد 5 دقائق تقريبا مسكت جوالي ودخلت حساب الانستغرام علشان أوريه الشيء الغريب اللي جالس يصير معاي. دخلت حسابه والصدمة إني لقيت صورتي أنا وأبوي في نفس هذه اللحظة، وقت ما أنا كنت أصارخ وهو جالس يحاول يهديني. أبوي فقد أعصابه، أخذ الجوال ونزل بأسرع ما عنده واتصل على الشرطة. وبالفعل الشرطة وصلوا عندنا للبيت، شرحنا لهم السالفة كلها وعطيناهم حساب الانستغرام. ما أمثلنا نعطيهم الحساب، إلا مالك الحساب هذا حذف الحساب كامل بالصور اللي فيه وقفل الجوال. وبهذيك اللحظة ما كنا نقدر نسوي شيء. حاولوا يتعقبونه عن طريق رقم الجوال اللي كان مرسل له بالرسائل، لكن الجوال كان مغلق أو في وضعية الطيران، فما قدروا يتوصلوا له أو يتعقبونه. فكان مرة ما عندهم حل، وكان مرة ما عندهم أي شيء يقدرون يسوونه. القصص جالس أقول لكم إياها هي قصص صارت لكن برا، وأنا جالس أنقلها لكم بصيغة إن السالفة صارت معاي علشان تخشون معاي جو وتفهمون القصة صح.